ما إن أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال 6 جثث لمحتجزين بغزة حتى انهالت التقارير الإعلامية عن ملابسات مقتلهم. يدعو تحرنوت قالت إن 4 من هؤلاء المحتجزين قتلوا قبل 6 أشهر في إحدى عمليات الجيش الإسرائيلي بالقطاع. الصحيفة الإسرائيلية أفادت أنهم ماتوا اختناقاً في نفق احتجزوا بداخله بعدما قامت الفرقة 98 في الجيش بمهاجمة هدف بحماس في مكان قريب منهم، حيث أشعلت الفرقة حريقاً تسرب دخانه إلى النفق. تقارير ذكرت أن أفراداً من حماس كانوا يحرسون هؤلاء المحتجزين، وبحوزتهم أسلحة كلاشينكوف عثر على جثثهم بجوار جثث الرهائن. الطب الشرعي الإسرائيلي بدأ تحقيقاته في أسباب وفاة الإسرائيليين 6، والجيش أكد لعائلاتهم أنه سيطلعهم على النتائج أولاً قبل إعلانها للجمهور فور انتهاء التحقيق. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن هؤلاء المحتجزين قتلوا بينما كانت القوات تعمل في خان يونس.